يلا يا تيخة، ده وقت أغنية المقدمة. حاضر يا بوبو، أنت عايزني أعمل إيه؟ نفكر، إيه رأيك لو تلعب جيتار؟ بوبو، أنا ماليش إيدين. فعلاً، ممكن تعزف على دي. لا، مش عاوز أعزف عليها، شكلي هيبقى سخيف. يلا يا أخي بقى، هتكون لذيذة. لا، مش لاعب. عشان خاطر الولاد الصغيرين. ماشي، بس ما تضحكوش عليا. ماشي، بس يلا نبتدي، اطلع بقى. لو بتحب تشوف الطماطم ماشية بتتنطط في البيت، أو تتفرج على البطاطس لكن مش مقلية في زيت، تعال معانا نتفرج ونشوف. حواديت 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 حواديت. أستاذ خيار عن الخضار جاي يحكي لنا حواديت. وبطاطا ماشية بقلاطة عايزة تسمع حواديت. والفاصوليا في شهر يوليا جت تقول يا حواديت. احكي وقول لنا سمعنا